موجود ورانا اللي حضراتكم شايفينه عشان يجدوا مقبره لسيده تدعى حتبت. سنه 1909 بالظبط تم العثور في منطقه الجبانه الغربيه على اجزاء من اثار لسيده تدعى حتبت، والاثار دي موجوده حاليا في متحف برلين، وما كناش عارفين فين مقبره السيده حتبت. النهاردة الكشف الأثري ده من المرجح، ولكن لسه الدراسة هتؤكده، إن هي نفس السيدة بعديها ب 109 سنة بنكتشف المقبرة بتاعتها. إحنا النهاردة موجودين في الجبانة الغربية لمنطقة آثار الجيزة عشان نعلن عن كشف أثري جديد، هو الأول اللي بنعلن عنه في عام 2018 بعد عام 2017. الحمد لله كان عام استثنائي للاكتشافات الأثرية. زي ما حضراتكم شايفين وجود إعلامي ضخم جدا، عشرات الكاميرات سواء من الكاميرات المصرية أو من دول العالم كلها، عدد أكثر من 10 سفراء متواجدين معنا النهاردة. النهاردة العاملين في الوزارة بعد 3 شهور عمل اكتشفوا مقبرة لسيدة تدعى حتبت، يرجح أنها عاشت في الأسرة الخامسة، بنتكلم في القرن الـ 24 قبل الميلاد، يعني عمرها 4400 سنة تقريبا. المقبرة فيها بعض المناظر التي تحتوي على ألوان، بتحتفظ بألوانها، فيها بعض المناظر النادرة. العمل لم ينتهي ولكن هيستمر الفترة القادمة، وإحنا إن شاء الله عندنا كمان كشف أثري هنعلن عنه في خلال أسابيع بإذن الله في منطقة أثرية أخرى غير الهرم.